دافعوا عن نصر الثورة كما كنا من قبل قد فقدنا الكثير من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الثورة المجيدة. فبسم الله أستأذنكم في أننا الآن وقد انتقل إلى رحمة الله أحد مؤسسي هذا النادي والذي بذل عطاء لا يمكن لأحد أن ينساه، معالي المستشار رحمة الله عليه محمد عادل الشربيني، وكذا من قبله معالي المستشار محمد بي أبو الوفا وغيرهم من المستشارين الذين أدوا واجبهم وضحوا بحياتهم من أجل هذا الكيان العظيم، مضافا إليهم شهداء الثورة وشهداء الجيش والشرطة. أستأذنكم في أن نقف دقيقة احتراما وحدادا عليهم. شكرا.